السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعمل الاعلان بتاعك على الفيسبوك؟ الموضوع سهل جدا وبسيط، هم مسهلينه بشكل حلو وفي واجهة سهلة جدا زي ما تشوف مع بعض دلوقتي، واغلبه بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. يعني ميزة ان انت بتحط اعلان على الفيسبوك ان هو الذكاء الاصطناعي بيشتغل في الشريحة اللي انت بتدور عليها، في ان هو يجيب لك افضل تصميم ممكن وهكذا. زائد ممكن تستعين بشات جي بي تي في ان هو يكتب لك الاعلان. هنا بيقول لي ايه في الاد بلوكر اللي هو دوت، تمام، عشان تبدا تشوف الاعلان والحاجات دي كلها. طيب عايز تبدا اعلان جديد، ادي هنا من كرييت وتقول له انا عايز ابدا اعلان جديد، هو بيبدا يسالك بعض الاسئله من خلال يقدر ان هو يحدد لك الاعلان بتاعك. بيقول لك اديني معلومات بحيث ان هو يخصص الاعلان. انت عايز اويرنس، يعني هيظهر الاعلان لاشخاص معينين، ترافيك، عايز ناس كتيره تيجي لك، في انجيجمنت، في ليدز، في مثلا سيلز. انت اهم حاجه بالنسبه لك المبيعات، الناس، انت مستهدف الناس اللي بتشتري منتجات زي المنتجات بتاعتك، تمام. طيب انا اخترت مثلا السيلز، طيب بيقول لي بقى المنتج بتاعك مثلا، الكاتيجوري مثلا هاوسينج، البلد اللي انت مستهدفها. ممكن يكون المنتج بتاعك اصلا ما بيبيعش غير في بلد واحدة، فخلاص هي البلد ديت. ممكن تيجي هنا وتشوف القائمة اللي موجودة وتختار الجمهور المستهدف للحملة ديت، تمام. ممكن بالكاونتريز، وبيقول لي بناء على الحساب بتاعك انت موجود في قطر فانا مستهدف قطر، ممكن تعلم على اكتر من بلد. بيقول بقى عايز الكامج ديتيلز، في حاجات تقدر تيجي هنا وتقول له اديت وتعدل فيها، وفي حاجات ما تبقاش فيها التعديلات كلها حسب انت ايه الاعلان بتاعك مستهدف فيه. في اي بي تيست بيبدا يساعدك ان يجرب اكتر من شكل الاعلان ويبدا يشوف أني واحدة فيهم الأفضل والناس بتتفاعل معاها. هتقول له نيكست، هيقول لك بقى هل انت ويب سايت عندك الموقع بتاعك وعايز الناس كلها تزوره، ولا عندك ابلكيشن معين، ولو هو موجود هل هو موجود على جوجل بلاي ولا اب ستور ولا ويندوز ستور ولا فيسبوك كانفاس ولا امازون. تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت مستهدفها، والبادجت بتاعتك قد ايه، تمام. انا مثلا عايز احط اعلانات ب60 ريال قطري كل يوم، ده هيوصل لكام شخص؟ المفروض ان هو يوصل من 14 ل 41 الف. طيب خليني اقول له لا، ده انا معايا مثلا فده تزيد. طيب انت عايز بقى تصرف مثلا 500 ريال قطري، يبدا الشريحة المستهدفة تبقى أكتر، تمام. ومن يوم إيه لحد يوم إيه الإعلان بتاعك يفضل شغال؟ طيب هنا الذكاء الصناعي ما بتدخلش في الجزء اللي هو إيه أنا مستهدف، يعني دي الشريحة بتاعتك اللي أنت بتحددها، المستهدف مثلا الرجال فقط. الجزئية دي الذكاء الصناعي ما بتدخلش فيها، أنت بتحدد كذا وهو بيلتزم بيها، العمر والمكان والنوع هو مش بيدخل فيهم. بعد كده هو بقى بيبدا يتدخل ويبدا ان هو يظبط الاعلان بتاعه. ممكن تكون انت مستهدف حاجه معينه فهو يبدا ان هو يعدل فيها، لكن الجزء الاولاني ده هو ملزم بيه، تمام. نيكست، بيقول لي بقى حدد الصفحه اللي انت عايز الاعلانات تظهر من خلالها، او هي تكون بتقود الحملة. الفورمات بتاعتك هتبقى مثلا كلام ولا صورة ولا فيديو، طب ضيف الصورة اللي انت عايزها، طب اعمل فيديو، كريت فيديو، هيساعدك في ان انت تحط شوية حاجات بسيطة يعمل لك الفيديو، برامر تكست، هيدلاين، ديسكريبشن. كل الحاجات دي بقى ممكن تعمل ايه عشان تسهل على نفسك؟ روح لشات جي بي تي وقول له اعمل لي اعلان عن ايجار المنازل،
نعمل لي إعلان عن إيجار المنازل للفيسبوك أو بالفيسبوك. أهو بدأ يعمل لك الحاجات اللي أنت ممكن أنت تحطها. طبعا هو بيعملها عام، فأنت لازم كل شوية تعدل عليه أو تاخد الكلام تعدل عليه. تمام، تاخد الكلام ده كوبي بيست وتبدأ تحط هنا في الإعلان. تمام، وممكن تعمل ايفنت معين وبعد كده تقول له ببلش. تمام، بس كده.